اوكي بسم الله ما شاء الله، بس شوفوا وياي الاوتفيت. السلام عليكم يا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اوكي يا شباب، طبعا انتم ما لكم شغله باللي شفتوه، يعني هو الملابس الجوي، يعني بطرون مثلا وتكرمون الحذاء، ماكو داعي البسين، يعني هو انا بس جاي اطلع لكم وجهي وها. اوكي يعني ماكو داعي البس بطرون وهيك حركات. طبعا قبل كل شيء هذا الانستا مالتي، روح تابعوني هناك. اوكي تابعوني. المهم يا شباب، طبعا اليوم راح اشوفكم ترند جديد، طبعا نازل ترند جديد وصوت جديد، يعني شايفين ان هذا الترند الصوت مثلا ينزل ويجي يسوون عليه يعني فيديوهات. فالمهم يا شباب، طبعا اكيد كلكم شايفين هاي الشكول، يعني هاي الشكول مرات تطلعنا بالتيك توك، مره بالانستا، مرات حتى بريز اليوتيوب، يعني اذا شايفيهم ما اعرف شو السالفه، تحسهم يتكاثرون يعني منتشرين جميع الاماكن. تروح اليوتيوب تلقاهم، تروح الانستا تلقاه، تروح التيك توك تلقاه، اكو بعد برنامج ثاني للفيس هم تلقاهم، اي بكل مكان والله يا شباب، يعني والله ما اعرف شو السالفه. اوكي طبعا خلينا نبدا باول فيديو ونسمع الصوت، نشوف هل الاغنيه حلوه او لا، يعني يمكن الاغنيه حلوه احنا ليش نظلمها. ابن القلب تجنن يا روح لو ما اشوف عيونك بي يصير لا اله الا الله. ليه؟ اوكي يا شباب، طبعا اكيد كلكم سامعين هاي الاغنيه ولعبان اروحكم منها، والله يا شباب انا همين لعبان اروح منها يا اخي، اريد ما اعرف شنو السالفه، يعني وين ما اقلب القى واحد يقول دداء. شنو دداء؟ ايش فيك جاهل انت؟ صدق كذب دداء؟ شنو دداء؟ شنو ما شنو بوسه؟ شنو هاي يا اخي؟ ثقلوا معودين شك شو نفس هذا الولد، يا ريت بنيه مثلا تسوي اغراءات مثلا، بنيه الولد شو يسوي مثلا هذا الولد؟ هم يسوي اغراءات مثل البنات لو شنو مثلا؟ والله يخفى حطوني، الله وكلكم. يا الواد ما ادري ايش بيت خبلت علينا، انشلبت، عالم مشلوبه، الله وكلكم، عالم مشلوبه مشلوبه. لا حد يقول لي زحمه تقول مشلوبه، لا زحمه. اي الله شاهد يا شباب، شنو هاي الاغنيه؟ شنو دداء؟ ولك شنو ما تستحي على وجهك؟ اشيك زيجي؟ لا شوفوا يا شباب شلون اوتفت بشرفكم. لا عفو الزيج اليوم بشيك زيج ده يا شباب. هاي شفنا حتى زينب بنت الديوانيه مسويه على هاي الاغنيه. اوكي خلينا نسمع زينب بنت الديوانيه. اوكي لا بروح امك، لا كل شو لا بوسه، لا بربك كل شو لا البوسه. اوكي دقيقه، هاي زينب ما تعرف شنو سالفتها، يعني مره تلقاها لابسه الحجاب نص ردن، مره مسويه الحجاب لابسته كامل، مره تنزع الحجاب، يعني ما اعرف عبالك انه هي بكيفها مثلا. صح هو شوف يا شباب هي وربها، بس يعني هذا الشيء، يعني انا اشوف هذا الشيء غلط، فلازم احنا ننصحها يا شباب انه الحجاب لو تنزعي لو تلبسي، هو لو هيك لو هيك، يعني ماكو حل وسط، مره نازعته مره لابسته، هاي السوالف ما اريدها انا، لو تنزعي لو تلبسي، يعني اوكي هذا الشيء شويه بسيط، يعني احنا نقدر شكله بروحي طول الخلقه. هاي اللعبان نفس بالبوسات عبالك حجامه، بالبوسات شلون تفوسن؟ عبالك واحد جاي يسوي حجامه يا اخي، الله شاهد لعبان نفس، الله شاهد طب تلعب نفسك وتروح، طب الفيديو تلعب نفسك وتطلع. اوكي يا اخي هي نارو بدون اغنيه وبدون ايش اسمها، هي كرنج يعني دق تغث يا اخي، يعني والله حموضه فد حموضه. شوف ابن القلب تجنن يا روحي لو ما اشوف عيونك بيصير، شنو هسه يضحك لو شنو؟ لا صدق يا اخي، بس اريد اعرف ذول فانزات هي او ذول يدخلون يقولون انه نارو ونارو، انا من اسوي فيديوهات على نارو وطلع نارو يجون يقولوا ليش تحكي عن يا اخي ايش عاجبكم بنارو؟ بس اردفتين هسه لو مثلا يعني تهجمتوا علي يعني مثلا على مود مو نارو على مود زينب بتديو عادي اقبل، بس نارو يعني هي تغث انتم شلون تحبوها؟ بس هذا فتيم يا اخي، والله ما اعرف شو اقول لكم، شو احكي وياكم. هاي شوف هنا هاي العالم، ما ادري شنو سالفته، عالم كلها ظل تبوس بالكاميرا، ما اعرف شنو السالفه، والله ما تعرف شنو السالفه، الله شهاد يا شباب ما عم بس تفتح حصر عليك، حصر عليك تفتح الموبايل وكساجتك بوسه. عندنا البوسه للاغنيه ما نعرف احنا شنو السالفه، اي والله كل ساعه تفتح جد. انا حلم كل شاب عراقي صحيح؟ شنو؟ حلم كل اي ها افترت. اوكي بس دقيقه، هي شنو سالفتها؟ يعني شنو هاي الملابس اللي لابستها؟ شنو هذا الستايل؟ شنو هذا الوضع؟ يعني وضعها ما عاجبني كلش، يعني اوكي لابسه ملابس ضيقه ولابسه فوق حجاب وكمامه، يعني ما تعرف شنو السالفه، هاي حسنات سيئات الجنه، ما اعرف شنو السالفه يا شباب. من انت فقر بس تحب الترند. يا حجي بشرفك بشرفك اللي تصدمني، الله
بربك لا تصدمني وتسوي نفس الترند نفس الأغنية وتحكي بيها. لا لا هاي صدمة كبيرة كلش، يعني يروح أمل من البشرية. حتى من قلبي لا بربك شغلة بروحي طبوا للخلقة قربان الضحكة هاي وتمرقص على غناية. أدري صغيرتي شي ننصح الكبار ننصح الصغار ننصح البنات، ايش تحكي يوم هسه ذولا بكذهم تطيح حظهم قليلة بحقهم. الله وكيلكم قليلة بحقهم. اوكي اوكي يا شباب خلينا نطلع شوية من هذا الترند، خلينا نعوف على صفحة لان تعبني حيل. الله وكيلكم نروح على غير شيء. فيديوهات لازم تفتح نفسنا، لازم يا شباب احنا مو بس فيديوهات سلبية لازم تطلع فيديوهات ايجابية. اوكي اوكي الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. شنو هاي؟ اعوذ بالله من الخبث والخبائث. شنو هاي؟ ثواني خلفتين بس وقف خلفتين، ترى ما فهمت الفيديو ابد. شنو هاي الوقفه؟ تحسها مال واحد 30 ايجاد، يعني مو شايفين انه هذا اللي مشغل موال وهيك. شوفوا يا سيم نفس الشيء مشغله موال اسمر ويسمر ومسويه هيك، تحسها تصجم بالولد. الله وكيلكم. اي والله ما اعرف شو السالفه. يعني يا شباب الله وكيلكم حتى البنات قام من يخوفن. فطمه بنت الديوانيه صقارتكم. الله شوف يعني هو الله يا شباب هذا وجه يخوف. الله وكيلكم مثلا من اشوف هذا الوجه مثلا اذا جاي يطلع لي بالليل او يطلع لي وانا وحدي اخاف. شوف يعني هي هاي البنيه اذا تطلع لي مثلا اهم اخاف. يعني شوف هيك مدقدقه منه. خلصنا من زينب بنت الديوانيه، جتنا فطمه بنت الديوانيه. ادري الديوانيه ما تقول لي ايش بيك ديوانيه فحطيني. اوكي شوفوا اتمنى هيك يسوون فيديوهات، يعني شوف فيديوهات يعني ما بيها شيء لطيفه. اوكي شوفوا لطيفه. شنو بس دقيقه دقيقه شوف يعني اوكي هسه احنا جايين مش صح جايت مش صحيه. اوكي انا اجت نامت قدام العالم نامت. الله وكيلكم اجت قام تسوي الاستعراض راح شويه وترفع الدرجي. شويه ويطشر العرض. الله وكيلكم طشر العرض بالشارع. الله وكيلكم يا شباب والله ما اعرف ما نقدر نحكي يا شباب العرض طشر بالشارع. اوكي شوفوا غير كنت قلينا مثلا قبل لا تطفرين علينا قبل لا تقمزين راح يصير بينا خوف احنا. شنو هاي؟ اوكي اول شيء صفنا سويت لنا نظره بعدين جت طفرت علينا فجاه. يعني انا قمزت يا شباب يعني ما ادري عبالي راح تطفر لي من الشاشه. هاي شوف هنا ما شاء الله هذا الجانب الايجابي. يا شباب يعني اهتموا بصلاتكم اقروا قران حافظوا على صلاتكم. يعني شوف ما شاء الله وهذا شوف الفيديو مو رياء يقولون رياء انه هو جاي يصلي لي قدام الكاميرا بس يعني انه يجي لكم صلوا مثلا حافظوا على صلاتكم. يعني انا اشجع هيك فيديوهات واستمروا بهيك فيديوهات. يعني شوف ما شاء الله يمكن الخوف بهذا الزمن يبكي رجعي عيون. يا شباب وتقولوا لي ليش ما تصور فيديوهات؟ شوف هاي صور فيديوهات هاي صار ساعة احكي عليه واقول له هذا جاي يصلي شو هذا حاط المصلايه وجاي يستعرض رفع عنا نفسه ما اعرف شو سالفه. انا عبالي طاح خطيه الولد بس طلع جاي يرفع رجليه ما اعرف شو يسوي. يعني هسه مثلا لا تحترمنا احترم شويه المصلايه اللي واقف عليها احترم ربك الله سبحانه وتعالى احترمه. يا اخي هسه عندك مثلا مهاره او هوايه لا تدخلها بالدين، هذا شيء وهذا شيء ثاني. يعني لا تشبكين سويت وبس يعني كافي اللي هناك وصلنا لكم هذا الفيديو يا شباب. بعد ما تحمل والله ما اعرف مره واحد يجي يستعرض لنا مره واحده تستعرض لنا بجسمها مره واحد يستعرض لنا بملابسه والله ما اعرف شو انسى الوضع صار فيطي. الله وكيلكم فيطي وبس. طبعا انا وصلنا لكم هذا الفيديو لا تنسوا لايك واشتراك القناه. سي يو.